مشاهدينا الاعزاء، في هذه اللحظات ينطلق الشوط الرابع، والشوط الرابع مخصص للتعادين المهجنات اللقاية لاصحاب السمو الاجتبي. وفي المركز الثالث الدحل لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة المضمر محمد بن مسفر بالقوبع. المركز الرابع الجلاد، في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبيد بن محمد بضبيعة الاجتبي. وفي المركز الخامس شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيف بن لاحد الهاجري. وفي المركز السات الباسل، في المركز السات لكن أرى قدوم قوي من نجد بدأ يتسلل ويغير وينتقل إلى المركز الخامس في هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وخلونا مع مقدمة هذا الشوط مع جنجال ومع أيضا جلاد ومع الدحل. يا سلام، المعركة شديدة، المعركة طاحنة. يا سلام يا جنجال، جنجال والدحل، جنجال والدحل، الدحل يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط. الدحل لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة المضمر محمد بن مسفر بالقوبع. المركز الثاني جنجال ولا زال عنده جنجال. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله وتبارك الله، يا سلام وتبارك الله على جنجال. بدأ الآن يقلع من جديد وبدأ ينزل جنجال على مقدمة هذا الشوط، بدأ يحلق على أجواء ميدان المرموم. سلام سلام على النخلي وعلى هذا الإنتاج المميز حصريا للنخلي. يا سلام على هذا الإنتاج الطيب، تهانينا من الأعماق للمرة الرابعة، سوبر هاتريك في سباق هذا الصباح لهجن العاصفة وللمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الثاني نجد لهجن العاصفة، المركز الثالث الدحل لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، المركز الرابع جلاد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الخامس شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. وفي المركز السادس لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم. المركز السابع الباسل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. التوقيت الزمني ساعة وصول جنجال إلى خط النهاية بعدما احتل المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، قاطع مسافة الأربعة كيلومتر في زمن وقدر 6 دقائق 20 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا أيضا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدي الاجتبي. المركز الثاني نجد قاطع المسافة في 6 دقائق 20 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا أيضا للمضمر حمد بن